يسأل عن حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر يوم الجمعة 80 مرة بهذه الصيغة: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت مشروعة، وفي يوم ليلة الجمعة ويوم الجمعة خاصة يكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، لكن بدون تحديد وقت معين فبعد العصر دون عدد معين 100 مرة، لأن هذا يحتاج إلى دليل. العبادات توقيفية في ذاتها وفي كيفيتها وفي وقتها، فلا بد من أن تكون العبادات مبنية على دليل، ولم يرد دليل في تحديد وقت من يوم الجمعة يتخصص للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو دليل على تحديد عدد معين، كل ذلك من البدع. جزاكم الله خيرا.